تحياتي ليك يا كريم من داخل محافظة الإسماعيلية. يمكن الكل تابع بالأمس مباراة الزمالك والرجاء المغربي، ولكن بقى في الإسماعيلية كمان كانت متابعة من نوع خاص جدا من قبل الجهاز الفني النادي الإسماعيلي، خاصة يا كريم إن إحنا عارفين إن الإسماعيلي عنده مواجهة هامة ومرتقبة، مباراة العودة أمام فريق الرجاء المغربي في الدور النصف النهائي من البطولة العربية، وكانت مباراة الذهاب كانت انتهت بتفوق الإسماعيلي بهدف نظيف. الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي اللي أكيد برضو تابع المباراة، عشان زي ما بنقول كده دايما الأجهزة الفنية بتتابع اللقاءات دي عشان تقف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس. كابتن سعفان في البداية بنرحب بحضرتك، مباراة الأمس ما بين الزمالك والرجاء أكيد الجهاز الفني تابعتوها امبارح، قيمت حضرتك اللقاء إزاي؟ برحب بيك يا شريف وبرحب بكابتن كريم. لا طبعا فرقة الرجاء، بص يا شريف، يعني فرقة محترمة جدا وبتلعب بره أرضها يمكن أحسن من جوه ملعبها، يمكن ده ظهر امبارح غير الماتش الأولاني خالص، والماتش كمان اللي لعبوه معانا في إسماعيلية في البطولة العربية كانوا عاملين ماتش كويس جدا. فمبروك للزمالك طبعا، قبل أي حاجة مبروك تأهله هو النادي الأهلي. إن شاء الله نتمنى نشوف ماتش كويس بين فرقتين كبار، أتمنى إن شاء الله إن احنا حاجة تسعدنا كلنا إن فرقتين من مصر وهيلعبوا نهائي أفريقيا. أتمنى إن شاء الله إن احنا ربنا يوفقنا في ماتش الرجاء في بطولة عربية في شهر واحد أو على حسب ما تتلعب، يعني معرفش في شهر كام. فرقة محترمة، احنا استعدنا لها كويس، مستعدينها من دلوقتي ونستعد لبطولة الدوري العام، داخل في ماتشات ورا بعض كلها، فأتمنى إن شاء الله التوفيق لينا ونقدر نحقق البطولة العربية، لأنك أنت ناقصلك يعني قبل نهائي ونهائي تقدر تعمل حاجة تعوض بيها الإخفاقات اللي هي يعني حصلت لنا السنة دي. شريف كابتن سعفان وحضرتك بتتكلم وقد انت سعيد ان النهائي مصري خالص ما بين الاهلي والزمالك، زي ما دايما بنقول الاسماعيلي اول فريق بياخد بطوله افريقيا موسم 70، برضو بنقول لاول مره في تاريخ مصر النهائي ما بين الاهلي والزمالك. شايف نشتغل او الفتره اللي جايه يعني شايفها ازاي بقى من وجهه نظرك ما قبل المباراه، وشايف الدور ايه بين كل اطراف المنظومه الرياضيه ان المباراه دي تخرج بالشكل طبعا المشرف باذن الله تعالى؟ والله يا شريف بص، المفروض اللقاء ده هيبقى لقاء جماهيري افريقي مصري عربي، كل الناس هتشوفه، فاتمنى ان شاء الله نطلع بمنظر كويس جدا، لان دول اكبر فرقتين في مصر ومعاهم طبعا النادي الاسماعيلي والنادي المصري ونادي الاتحاد، الانديه الجماهيريه. اتمنى انه يطلع بصوره جميله، بصوره عظيمه، توري العالم كله ان اكبر فرقتين في مصر وصلوا افريقيا. الكسبان نقول له مبروك، المغلوب نقول له هارد لك. هي دي الكوره يا شريف، لان لازم نتعلم كده، لازم نتعود على كده، ان الروح الرياضيه مش احسن منها. عايزين كمان اقول كلمه برضو بمناسبه انت موجود معايا يا شريف، عايز ارجع الماتشات بتاعه النادي الاهلي يتلعب في اسماعيليه دي، اتمنى من كل قلبي ان اتحاد الكوره يوافق ان الاهلي يجي لنا اسماعيليه زي الزمالك ما بيجي اسماعيليه، لان الحاجات دي مش ترجع الا بالماتشات دي يا شريف. انما ماتشاتك بره اسماعيليه بتلعبها مع الاهلي في اسكندريه، بتسافر 4 5 ساعات، فدي برضو بتاثر فيك. لا اتمنى ان شاء الله الاهلي يجي بجماهيره كمان اسماعيليه، يشرفوا وينوروا في اي وقت ان شاء الله، سواء ماتش هنا او ماتش في استاد القاهره. اتمنى ان شاء الله الروح الرياضيه ترجع زي زمان، لان ده اللي احنا مطلوب مننا الفتره الجايه يا شريف. ان شاء الله كابتن سعفان، يعني بدايه فتره الاعداد والاسماعيلي بدا خلاص انطلاقه فتره الاعداد استعدادا للموسم الجديد، يعني الفتره اللي جايه بتشتغلوا عليها كابتن سعفان واللي فاتت قيمتوه ازاي بشكل عام؟ والله يا شريف بص، اللي فاتت نسيناه خلاص، لان كانت فتره صعبه جدا علينا كلنا، كنا شايلين تحت ضغط عصبي صعب جدا. كل الاجهزه الفنيه الصراحه اللي اشتغلت، والحمد لله يمكن موسم النسيان زي ما بيقولوا. السنه دي لازم هيبقى في حاجات كتيره جدا افضل من السنه اللي فاتت، اتمنى ان شاء الله، اتمنى مع اللعيبه اللي جايه جديده، مع اللعيبه اللي موجوده ان شاء الله، اتمنى ان شاء الله نعوض السنه السيئه جدا اللي حصلت للنادي الاسماعيلي الموسم اللي فات. اتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا في الدوري وفي البطوله العربيه، ويمكن دي زي ما قلت لك من شويه لسنه 190 دقيقه وتاخد البطوله وتوصل النهائي ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان احنا نعوض حاجه جزء كده من اللي احنا افتقدناه السنه اللي فاتت يا شريف. اخيرا استاد حضرتك لجماهير النادي الاسماعيلي. احنا اسفين على اللي حصل وما زعلوش مننا، وممكن دي حاجه الواحد لما بيتاسف مش عيب ان هو يتاسف كفرد في الجهاز او لعيب او فرد في مجلس الاداره. انا كفرد في الجهاز انا بتاسف فيكم جدا، وسنه ان شاء الله يعني اتمنى ان هي ما نشوفهاش تاني في النادي الاسماعيلي يا شريف. بنشكر حضرتك جدا يا كابتن سعفان وبالتوفيق يا رب في اللقاء. ربنا يخليك يا شريف، وكل سنه وانت طيب يا حبيبي، وشكرا لكم جميعا. حبيبي يا شريف. كان ده كان لقائنا مع الكابتن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالنادي الاسماعيلي، والان العوده ليك يا كريم، تفضل.